ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور إذن إلهام، ولكنه إلهام الشيطان، إلهام النفس والشيطان والهوى. والمتهم في الجناية الماثلة لخص هذا المعنى في كلمة خبيثة قالها في كافة مراحل الدعوة وأمام هذه المحكمة، وهي أن جريمته هذه كانت ساعة شيطان على حد قوله. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي فضيلة المفتي المرفق بها وعلى مذكرة نيابة شمال المنصورة الكلية، وبعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 إجراءات جنائية و260 و290 عقوبات و2 فقرة 1 و2 و116 مقرر من القانون 12 لسنة 96 بشأن الطفل، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء ومعاقبة إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي وصحة اسمه إبراهيم محمود إبراهيم إبراهيم بالإعدام شنقا عن الاتهام المسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية. رفعت الجلسة.